بسم الله. النهارده هنشوف خاصيه حلوه قوي اسمها سيلكت انسبكتور. ده عباره عن ايه؟ ان انا اي عنصر ممكن اعمل عليه سيلكت، تمام. هاجي هنا واقول له سيلكشن انسبكتور، بيبدا يجيب لي معلومات عن العنصر دوت، تمام. بيبدا يقول لي مثلا الايتم نيم بتاعي اسمه كذا، او الايتم تايب بتاعي اسمه كذا. ممكن اقول له كويك بروبرتي ديفينيشن، وابدا اشوف ايه المعلومات اللي انا محتاجها. هنا مثلا جاب لي الايتم نيم، الايتم تايب. تقدر تقول له لا ده انا عايز مثلا خاصيه تانية زي مثلا الاي دي، انا عايز اشوف الاي دي، تمام. فيبدا يجيب لي الاي دي هنا. ممكن تزود اكتر من خاصيه، تمام. بعد كده ممكن تقول له ديفولت، يجيب لك الحاجه الاولانيه. ممكن تكون عامل سيلكت على اكتر من عنصر، مفيش مشكله خالص. هو يبدا يجيب لك المعلومات بالشكل دوت. تقدر في اي وقت تدخل هنا والمعلومات دي تعمل لها اكسبورت، وتقدر تعمل لها امبورت بعد كده في اي ملف اخر.